بسم الله الرحمن الرحيم إلى جماهير قناة جوار السويس في كل مكان، أسعد الله صباحكم. أنا على نصية أول حارة سمك العنبك، السمك الجميل بسم الله ما شاء الله هتلاقوه على نصية المحل. صباح يا أبو سيد. صباح الفل. شفتوا بقى يا جماعة صباح الفل. طبعا الجولة ما تنفعش إلا بالناس اللي هي بركة والناس اللي هي على الله، وقعدتك في الحلقة كلها نور يا حاجة. صباح الفل وصباح الخير وصباح الرزق الوفير إن شاء الله. إن شاء الله أنا شايف عندك تشكيلة مميزة هعرضها للناس وبعد كده ناخد الأسعار مع بعض. في شوية جندوفلي صح يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، حجم كبير يا جماعة، الحجم ده كبير، يعني هو ده الحجم اللي يبقى حلو في الشوربة أو بالتومة. بعد ما تسلقه كده تحضر حتة، تحضر تومة كده وبالطحينة، دي أكلة سويسي، أو يتعمل شوربة مش كده؟ تمام. في عندها حارث يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، في كاليماري، في دراك سويسي حجم كنال، حجم جميل يا جماعه، هو الحجم ده يا جماعه. في كابوريا المحنيه، المحنيه يعني ايه؟ يعني البطراخه، بسم الله ما شاء الله. تمام. وعندها شويه سهريه يا جماعه، ويا خساره في 3 4 وحدات ايه لشته جايين مع السهريه. وفي جنيس مزارع، مزارع، برافو عليكي، انا انت خدتيها من على لساني. والجمبري ده برضو ده تايواني ده ولا تايواني؟ في بولت يا جماعه، بصراحه يعني العين والجسم في الشوي الله اكبر. شط بره يا جماعه، ما هو لازم يا جماعه الاكله الشعبيه دي، ما هو لازم الفرش يبقى فيه شعبي، ما ينفعش في ناس اصلا جيبي جيبي غير جيبك وجيبي غير جيبي، صح كده؟ مش عايز ده ياخد ده اللي مش عايز، يعني انت لكل ان شاء الله. ابيض حفاره ده بطيط على حفاره يا جماعه، بطيط وحفاره يا جماعه، بسم الله ما شاء الله حجم الله اكبر الله اكبر. شويه سجان يا جماعه بتاع العنبك، بسم الله ما شاء الله، كفايه ريحه البحر اللي فيها يا جماعه. وسمكه نقط، سمكة نقطة تانية اهي، وسمكة بطيط. في يا جماعة بقى البوري ده، تعالى كده امسك البوراية دي كده، بسم الله ما شاء الله، دي كنال يا جماعة، كنال دي يا حاج، خلي بالك بوري كنال، بسم الله ما شاء الله، بوري كنال، بسم الله ما شاء الله. سمك السيوف ده كنال برضو، وفي أروس كنال، وفي أروس أحجام يا جماعة، وفي لوت كنال بلدي. إيه يا حاجة؟ كنال بلدي. قولي كنال بلدي، كنال بلدي من العنب. في بقى الدنيس البلدي يا جماعة، الله اكبر، امسكي دي يا حاجه كده، امسكيها لي وارفعها لي كده. الصلاه على حضره النبي، الصلاه على حضره النبي، الله اكبر. تفطري بيها دي يا حاجه؟ تفطري منها الصبح؟ جميل، صح كده؟ احلى من اي اكله، احلى من اي لحمه واحلى فراخ وبط. مع الدنيس ده اكله للعشاق السمك، مش لاي حد ولا كلمه. وفي بوري حجمه صغير يا جماعه، والبلدي يعني ايه؟ الزعنفه الصفراء يا حاجه، صح؟ الله ينور عليك. ناخد الاسعار، انا ما خلي بالك من، طب ناخد الاسعار. الجندفلي 40 بكام يا حاجه؟ ب 40. والمكرونه 80 بتاع الكنال ده، والكاليماري ب 100، الكاليماري يا جماعه متطبق ومفروش على تلج، على التلج. والدراك الجميل ده 80، الله.
والكابوريا الكابوريا دي ب 120 ببيعها ب 100 ب 100 100 بس بس صلى على النبي صلى على النبي وحن بطرخها ده سكر يا حاج ها تراجل. طبعا الفل والسهليه السهليه 100 ببيعها ب 80 على اخر الشهر تبطرخ انضف ما هي بطرخها دلوقتي بس قليل لسه وبطرخها لسه يا رب صغير وشايف لاشتة كمان لاشتة اقل طبعا في السعر مع بعضيها موجود بكام؟ 80 80 والجمبري اللي هو الجمبري المناطي ده 130 كام؟ 130 والدنيس المزارع ب 130 130 والبلطي ده البلطي ده ب 30 كام؟ 30 30 والطبارة ب 60 تشكيلة السجان على النقط ده بكام؟ ده ب 130 130 والحفاره والنقط اللي ملوش حل ده حفاره سمنه 140 سمنه بلد ده كام 140 140 والبوري الجميل ده البوري الكلاب ب 120 120 والدنيس البلدي الدنيس البلدي 180 180 يا جماعه لان قليل جدا والقاروص 130 130 الصغير والصغير ب 100 واللوت 100 كنال 100 كنال والسيوف صباح الفل كده يا جماعة جولة سريعة عند بركة الحلقة وبركة الشارع أول ما دخلت صباحك زي الفل يا حاج صباحك زي الفل